ده تابع بيان مجلس إدارة النادي. ومعنا على الهاتف السيد السفير خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة. معالي السفير، أهلا بسعادتك. أهلا وسهلا ومساء الخير. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. وعليكم السلام، يا مرحبا يا هلا. معالي السفير، كيف قرأت بيان النادي الأهلي اليوم؟ أولا أتقدم بالتهنئة الحارة لفريق ونادي الأهلي العظيم بالفوز، وأتمنى له مزيد من التقدم، وعقبال ما نبارك الكأس إن شاء الله لنادي الأهلي الحبيب. إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. الحقيقة سرني كثيرا أن قرأت البيان الذي أصدره النادي الأهلي. والذي يعبر عن المحبة العميقة للشعب السوداني وتقديره للرياضة، رياضة كرة القدم، واهتمامه بأن تكون الرياضة هي رسالة المحبة والوداد والتواصل. والحقيقة أثبت النادي الأهلي أنه النادي الكبير الذي له التاريخ عريق وماضٍ تليد، وأنه فعلا نادي كبير. ونحن سعدنا بأن صدر مثل هذا البيان من النادي الأهلي. وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل للسيد رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ولكل الطاقم الإداري، ولجماهير النادي الأهلي، ولفريق النادي الأهلي على استضافته لفريق الهلال بالقاهرة وكرم الضيافة والاهتمام الشديد. وقد تحدثت قبل المباراة بأن السلطات في السودان إن شاء الله ستؤمن هذه المباراة، ونحن نعتذر ونتأسف لما حدث، وإن شاء الله السحاب الصيف عبرت وإن شاء الله ستعبر، ونتمنى أن تكون العلاقات بين الناديين الكبيرين دائما وهذه العظمة بإذن الله تعالى. احنا بنشكر ونثمن الجهود الدبلوماسية والجهود السياسية والجهود الأمنية التي واكبت هذه المباراة، وقدر الاهتمام الذي حظيت الاهتمام الرسمي يتحدث التي حظيت به بعثة النادي الأهلي، وحجم التأمين الذي كان ملموسا وأدى أن يخوض الأهلي المباراة في أرض الملعب وهو آمن إلى حد كبير، باستثناء طبعا أولئك الذين لا يريدون خيرا ببلادهم سواء هنا أو هناك. بالتأكيد بالتأكيد. والحقيقة قد وجد هذا البيان الجميل الصدى الطيب في نفوس كل الشعب السوداني والجماهير السودانية الموجودة، والتي تكن الاحترام والتقدير لفريق النادي الأهلي، والذي يعبر عن العلاقة الحميمة بين شعبي وادي النيل، وإن شاء الله تتواصل هذه العلاقات في كافة المجالات بإذن الله تعالى. إن شاء الله، وكل الأمنيات للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرياضة السودانية بالازدهار. معالي السفير، كلمة سعادتك إيه للجماهير اللي هي خرجت بره الإطار الرياضي؟ والله مع الأسف هذه الجماهير لا تعبر عما كما 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 قال البيان. أيوه. لا تعبر عن العلاقات الحميمة التي تربط بين شعبي وادي النيل، وأيضا أبشر جماهير نادي الأهلي بأن الشعب الذي خرج وتحدث في الفيديو مهددا تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المختصة، والآن يتعرض لمحاكمة عادلة جزاء لما قام به من ترويع لجماهير النادي الأهلي، والذي أحزننا كثيرا أنه لا يمثل الشعب السوداني بطبائعه الطيبة بأخلاقه الرفيعة. النادي الأهلي كان ضيفا عزيزا علينا في السودان، والحمد لله يعني مرت هذه اللحظات بالسلام. ونؤكد لجماهير النادي الأهلي أن هناك الكثير من العشاق لهذا النادي الكبير والعظيم في السودان، ونتمنى له كل توفيق وسداد، وإن شاء الله نبارك له يعني إحرازه لكأس هذه البطولة بإذن الله تعالى. البيان تحدث بالإضافة إلى حرص الأهلي على العلاقة التاريخية والحميمية بين مصر والسودان، عن العلاقة الخاصة كمان بين الأهلي والهلال، حضرتك كيف تراها؟ والله أنا أؤكد أن هذا البيان يعني يؤكد تماما أن النادي الأهلي نادي كبير، ويحترم العلاقة الوطيدة التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق الهلال السوداني. وقد حدثني سعادة الكابتن محمود الخطيب شخصيا أنه يكون العلاقات الحميمة لفريق الهلال وللعيبة الهلال وللعيبة السودان وللكرة القدم السودانية، وله ذكريات جميلة مع عدد كبير من اللعيبة منذ فترات طويلة، ولذلك أتقدم له بالتحية والتهنئة، وأكرر شكري وتقديري الكبير للنادي الأهلي رئيسا وإدارة ولعيبة وجماهيرا، وشكري أيضا يمتد للشعب المصري الكبير الذي قدر هذه الظروف، وشكرا جزيلا
وانا في غايه السعاده بتحدث. نشكر لمعاليك تفضلكم بهذه المداخله، مع كل الامنيات بمزيد من التقدم لمصر والسودان.